السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حوش ثالثة ثانوي، أصدقاء باشمهندسين عاملين إيه؟ يا رب تكونوا بخير. إن شاء الله النهاردة مكملين سلسلة ذاكر مع الواشد. سؤالنا الأول يا مستر بيقول: إذا كان منحنى الدالتين دالة س بتساوي ك س تربيع ناقص 5 س ناقص 2، والدالة ر س بتساوي س تربيع ناقص ك س ناقص 2، يتقاطعان على التعامل. يعني إيه اللفظ ده يا مستر؟ معناه ايه يتقاطعان على التعامد ده؟ طيب بص يا مستر، ده لفظ حلو جدا انك سألت السؤال ده. اولا تمام. لما يكون عندي منحنيين، معنى كلمة منحنيين يتقاطعان على التعامد، يعني لو انا حاولت ارسم منحنى مثلا يا مستر، منحنى زي كده مثلا بالشكل ده، وارسم منحنى تاني، الاقي الممثلين بتوع كل واحد فيهم متعامدين على بعض. يعني حضرتك لو ممكن ترسمها كده للطلبة يشوفوا الرسمة شكلها ازاي. حاضر يا مستر. حضرتك يعني بتقول في لو ارسم في منحنى كيرف كده، كده مثلا، وفي كيرف كده، اعمل مماثل لكل واحد بقى. لو عملت مماس ده ايوه، ومماس تاني واعمل مماس للتاني. لده، يطلعوا الاثنين متعامدين، صح؟ لو ممثلين متعامدين بقى، بسمي المنحنيين دول اسمهم متقاطعين على التعامد. تمام. يعني ميل ده في ميل ده يديني سالب واحد ولا ايه يا مستر؟ هتيجي نتكلم بقى كذا حاجه كده. النقطه بتاعت التقاطع ده يا مستر، نقطه التقاطع دي تمام موجوده في المنحنيين، صح عشان تعرف بس بيت الخواص، يعني عشان لو في حاجه تانية يعملوها يعني. وفي ماشي نفس الوقت النقطه دي الميلين بتوعي حصل ضربهم بسالب واحد عشان متعامدان. تمام يعني لو جاب لي سؤال بشكل مختلف تاني غير السؤال ده وطلب نقطه وكذا، ممكن اجيب اربع معادلات من هنا، الاقي النقطه بتحقق المنحنى الاولاني وبتحقق المنحنى الثاني تمام وبتحقق المستقيمين دول، والميلين حصل ضربهم بواحد بسالب واحد. يعني في كويس كذا حاجه كتير في الرسمه دي. يعني نيجي بقى للسؤال يا مستر. راجل بيقول لي منحنى الدالتين دول يتقاطعان على التعامد عند س بيساوي واحد. يعني ايه بيتقاطعان على التعامد؟ يعني المشتق ده في مشتق ده بيساوي سالب واحد. يبقى نجيب مشتقة الدالة المشتقتين ده كده في ونشوف المشتقتين مشتقة وننفذ الدالة ر كده يا مستر. بتساوي سالب. ايوه تمام، نجيب المشتقه الاولانيه كده، ها، 2 كاف س يبقى ناقص ناقص 5، الخمسه في مضروبه بقى في 2 س 2 س ناقص كاف. بتساوي سالب 1. طيب السين هنا بكام؟ قال لك السين بواحد، تمام صح، قال لي نسيب 1 اهي، يبقى 2 كاف ناقص الخمسة 2 كاف ناقص 5 في مضروبة في 2 ناقص كاف 2 ناقص كاف بتساوي سالب بيساوي 1. سالب واحد. هنصفي نفكك بقى، نصفي الليلة دي. الناس يا شباب. لما بنيجي نصفي يا باشمهندسين بنمسك كل عنصر، بمسك العنصر ده اضربه هنا مرة وبضربه هنا مرة، يعني هيكون 4 كاف ناقص 2 من كاف تربيع. هرجع امسك السالب 5 اضربها يبقى سالب 10 موجب 5 كاف زائد 1 بتساوي 0. تمام جبنا كده، الواحد منين؟ ده انا بإشارة مخالفة. نجمع اللي زي بعضه كده، 9 كاف ناقص 2 من كاف تربيع ناقص 9 بتساوي 0. نضرب بقى نغير في السالب. الإشارات. نعم يا مستر. خلاص ماشي، تمام كده. تمام يا حبيبي. نحلل بقى، 2 كاف في كاف، 9 3 في 3، الأخير موجب القوسين مثل المنتصف تمام. ومنها الكاف قيمتها ب 3 على 2، أو منها الكاف قيمتها ب 3. تمام كده. تمام كده يا مستر؟ ده سؤال جه في 21 زيه يا صاحبي، جه واحد زيه في 20 21 دور اول، شبيه لي. قال نفس الجمله بتاعت متقاطعه التعامد دي. تمام يا مستر تمام. طيب السؤال ده يا مستر، ده سؤال برضو من الاسئله اللي هي ايه، موجود في كتاب المدرسه بس احنا معدلينه، بس مش ما كانش موجود في الدرس ده، كان موجود درس تمام الاشتقاق بتاع الدالة المثلثيه والضمن والحاجات دي. هي الفكره ايوه بس ان انا عندي جدول، الجدول فيه قيمه س ب 2 و5، ب 2 وايه؟ و5، خمسة وعندي دال وعندي ر وعندي دال شرطه وعندي ر شرطه. قيم تمام. الاثنين موجود قدام حضرتك وقيم الخمسه قدام موجود حضرتك يعني. فهو راجل ادي بيقول لي بقى ايه؟ وادي الخمسة ايوه 2 كلها بسين. و5. يعني لو حبيت اجيب دال 2 مثلا بسالب 1. ايوه يعني لو جيت اقعد بالاثنين في الدال س هيبقى سالب 1. جيت اعوض في الره يبقى بخمسه، جيت اعوض في الدال شرطه كده، اللي هو الجدول بتاع حضرتك ده اللي قدام حضرتك يا مستر. تمام. يعني انت قصد حضرتك تقول لو عوضت هنا بالاثنين دي معناها دالة اتنين قيمتها بسالب واحد، دي مظبوط معناها
دالة 5 قيمتها بتساوي 4، صح؟ تمام هنا ر 2 قيمتها بتساوي 5، ر 5 قيمتها بتساوي 2، هنا دالة دال شرطة شرطة 2 2 قيمتها ب 3، هنا ر شرطة أو دال شرطة دال شرطة 5 5 ب 4 قيمتها ب 4، ر شرطة 2 قيمتها بسالب 2، ر شرطة 5 قيمتها ب 3، صح كده؟ كده تمام ماشي. تمام. تعالى بقى نشوف السؤال، بيقول لك عايز اجيب بقى معادلة المقاس المنحنى اللي اسمه قاف، في منحنى بتاع دالة اسمها قاف، قاف دي مش موجود عندنا في الجدول اصلا، بس هو معبر عنها بتركيب دالتين اللي هو ده الفري ده الوريه يعني. ايوه فانا كنا محتاج حاجتين، محتاج نقطة وميل يا مستر، عشان اجيب الدالة محتاج نقطة وميل. هنعوض عن صح السين باتنين الاول، نعوض عن السين باتنين الاول، يبقى ماشي، نقول له قاف اتنين عرفت عن بتساوي، يبقى قاف اتنين بتساوي يبقى قاف 2 بتساوي دال ر 2، تمام. ايه 2 من الجدول بكام بقى يا مستر؟ ر 2 قيمتها ب 5، 5 مظبوط، يبقى نحط جوه ده الخمسه. ده دال الخمسه 5 يا بكام بقى؟ مستر قيمتها ب 4، 4 بس، 4 يبقى النقطه اسمها 2 و4. يبقى 2 و4، دي 2 طيب و4 نقطة التماس، صح؟ تمام. في بقى حركه حلوه ممكن اعملها وما اكملش السؤال يعني، من اول هنا اتفضل. جرب النقطه دي في الاختيارات، واللي بتحققه خلاص هو ده معادله المماس من غير ما اكمل يعني. تمام يعني صح نجرب مثلا 2 ناقص 4 مش نافعه، اول واحده مش نافعه. طب ماشي نجرب اللي هي الاختيار ب 4 و8 في 2 ب 16، يبقى ب هي اللي صح، لان طبعا بصح ادينا 20، بس انا اشوف يمكن حاجه تانيه بتحقق. طب بعد كده عندي 2 في كام؟ 2 في 2 ب 4، و4 و3 7، لا طبعا غلط. الاختيار ده اللي بقى عندي 2 و8 يبقى كده 10، مش يبقى صح. يبقى الوحيد اللي بيحقق ال ب. الاختيار بقى طب تعالى نكمل بقى، افرض جاب لي يا مستر احمد جاب لي 2 بيحققوا او 3 بيحققوا النقطه، نكمل بقى عشان برضه الطلبه تستفيد معانا يعني. يعني السؤال انا خدمنا، انا عرفت خلاص الاجابه مش لازم اكمل لو السؤال جه بالطريقه دي. تعالى نجيب بقى نجيب قاف مين؟ شرطه، نجيب قاف شرطه بقى لمين؟ قاف شرطة. كنت يا مستر معلمنا إن إحنا ناخد اللي جوه نشتقه الأول، صح؟ ايوه تمام، ري شرطه سين ونحط على الدالة دال شرطة ر س عادي. تمام كده، تمام. هنعوض نعوض الاثنين الاتنين، بقى تمام كده. بقت ر شرطة 2 دال شرطة ر 2. تمام، أروح أجيب كل حاجة أركز ري فيها شرطة، بقى ري شوية. شرطة سن الجدول تمام. ر شرطة 2 ر شرطة اهي، لما نعوض بالاتنين طلع قيمتها بسالب 2 تمام ضمن سلامت. ماشي، يبقى هنا سالب 2. في ر 2 بكام؟ ر 2 خدتها رحت على الدالة ر، لما عوض ب 2 ب 5، يبقى انا احط مكانها هنا 5، يبقى دي قيمتها بتساوي 5، في دالة شرطة 5 بتساوي سالب 2 في دالة شرطة لما تعوض ب 5 طالعة يبقى ب 4، يبقى يطلع ميل سالب تاني 2 كمان. ب 4 بسالب 8، يبقى الميل بسالب 8، ممكن يبقى بقى عايز اجيب تعدى. المعادله خلاص. ايوه تمام كده ها تمام ماشي، الميل اجيب المعادله بيساوي بقى. ص ناقص اللي مدهاني على س ناقص اللي مدهاني، صح كده؟ تمام كده اعمل وسطين في طرفين، يبقى سالب 8 س موجب 16 بتساوي ص ناقص 4، اعد دول بإشارة مخالفة، يبقى ص زي 8 س ناقص 20 بتساوي ص. هو الاختيار بما الاول خلاص. تمام يا مستر، تسلم. طيب نخش على السؤال اللي بعده. ده سؤال جديد يا استاذ احمد، سؤال شكل مختلف وسؤال حلو يعني. اتفضل. إذا كان المستقيم ص زائد 3 س ناقص 5 يمس المنحنى. طيب أنا ممكن أقول رأيي، هو تمام حضرتك أنت بتقول إن أنت يا أبو حميد معاك كيرف، وليكن إن هو ده الكيرف مثلا، وحضرتك بتقول إنك جيت مسيته. تمام طيب ما انا استفدت يا مستر ان نقطة التماس دي السين اللي هنا هي اللي هنا والصاد اللي هنا هي اللي هنا، طب ما انا تمام بجيب صاد واحط قيمتها، ولا ما ماشي. ينفعش؟ انا هقعد بقى يا كده، مستر هيبقى عندك معادلة فاهمة قولي ما تنفعش. طب نعمل ايه؟ ماشي نساوي نجيب بقى ايه، احنا الميل؟ قلنا النقطة بتحقق بالميل بقى، يبقى الميل ده هو الميل ده، ميل المماس هو ميل المشتقة بتاعتي. طب نجيب الميل. ماشي الميل هنا سالب معامل س مع معامل ص،
والميل هنا اللي هو المشتقة 3 س تربيع ناقص 6 س، تمام نساويهم ببعض 3 س تربيع ناقص 6 س ناقص 3 أو بتساوي 3 كده، كله بيساوي صفر. قسمنا على الثلاثة جبنا يطلع السين صفر بواحد واحد مظبوط بالتحليل يا شباب، واحد حللنا ماشي. كويس طيب ما تمام. جبناش الالف برضه وبعدين لسه ما جبناش الالف، نعمل ايه بقى؟ نعوض هنا نعوض نجيب بواحد. الصاد. تمام الله ينور كده، تمام نعوض بواحد نجيب الصاد. ماشي كويس، يبقى الصاد بتساوي 3 ناقص 5، أو هنا صاد زائد 3 ناقص 5 بتساوي صفر، يبقى الصاد قيمتها ب2. كده كلام يبقى جميل، يبقى النقطة نقطة يا مستر واحد واثنين مظبوط. بتحقق المنحنى لأن هي تمام نقطة التماس. تمام صح كده، يبقى نعوض هنا، اتنين بتساوي واحد ناقص 3 زائد ألف، ومنها الألف بأربعة. يا ولا يا ولا، كده الاختيار ألف هو قيمة ألف، كده الحلاوة دي. ايوه صح ماشي. في شكل المقابل إذا كان المستقيم لام يمس منحنى د شرطتين، يعني المنحنى ده هو د شرطتين تمام عند النقطة ج، يقطع السينات في النقطة سالب 3 وصفر وب ب 5 وصفر، كانت مساحة المثلث أ ب ج ب 32 وحدة مربعة، فإن د شرطتين 5 زائد د 3 شرط 5. ماشي يا مستر، طب هو ده نحدد. الثلاث شروط دي يعني ميل المماس بتاع تمام المنحنى ده لشرطتين تمام كده صح؟ صح، ده الثلاث شروط يعني الميل. تمام الميل يجي ازاي بقى؟ لازم اجيب النقطه اللي اسمها جيم اللي فوق دي. صح. طب جيم طب دي انا اسمها اقدر افرضها يا مستر، اقدر نفرضها اقول بكام؟ ان هي بخمسه وكاف ده مثلا. شرطين خمسه. طب ممكن نسميها ده شرطين خمسه يبقى احسن، مش هي ماشي بتلتمي المنحنى ده شرطتين؟ ايوه يبقى اسمها خمسه وده شرطتين خمسه. خلاص، خمسه وده الشرطتين، بس احنا كطلبه بنتضايق يا مستر من الاشكال المعفنه دي صراحه، بس ما لا لا علينا. عادي ما كده خلاص بقى، يبقى الارتفاع المثلث ده اسمه ده شرطتين اللي هو تمام، بيه ده جيم ده ده، شرطتين. والقاعدة بتاعت المثلث ب 8 8 صح، من سالب 3 دول يا شباب مع وفي الخمسة خمسة كلهم 8. وكده كله 8. طيب ايوه هو المساحة ب 32 ايوه المساحة بتساوي نص في طول القاعدة في الارتفاع، دي بأربعة فيها 8، دي ده الشرطتين 5، اه تمام كده يبقى دي طلعت ب 8، يعني ده الشرطتين انت جبتها لنا ب 8. مش زائد بقى ايوه زائد الثلاث صور بقى نجيبهم بالميل. انا كده نقطه اتعرفت خلاص، اللي هي ده الشرطين دي ب 8 5 و8، النقطه اسمها جيم دي 5 و8 صح، نجيب بالميل بيل بقى. ده بقى. اه فرق الصداره فرق السينات تمام، هيبقى فرق 8 على 8 الصدارة بواحد، ماشي، هيبقى 8 على 8 يبقى بواحد كده كلها 9. يطلع 9 في الاخر كده. تمام يا مستر، في شكل المقابل المستقيم لام يمس المنحنى ص بتساوي د س عند النقطة أ 5 و2، وكانت ه س بتساوي س تربيع دوت د 2 س زائد 1، فإن معادلة المماس لمنحنى الدالة ه يساوي كام؟ مستر أنت هنا مدينا إيه؟ منحنى ص ومدينا ده المماس صح بتاعه، بس الزاوية بتاعتي أنت ضحك علينا يا مستر، ايوه ضحك صح علينا. كده تمام. ده الزاوية المفروض يبقى 135 صح؟ اه يعني الميل بيجي الميل من هنا بسالب 105 واحد. تمام كده، الميل بتاعي سالب واحد مظبوط. طيب ماشي ده الميل، الميل عند النقطة اللي اسمها ألف، يعني الميل عند الألف هو اللي في سالب واحد، يعني ده شرط خمسة في سالب واحد مظبوط. تمام. كده كلام جميل ماشي. تمام ونقدر نجيب النقطة اسمها دالة الخمسة برضو باتنين، عشان يبقى احنا كده خدنا على جنب كده المسودة مش نقطة اسمها خمسة واتنين، ايوه يبقى دالة الخمسة كمان باتنين. طب كويس نفسر بقى الرسمة للطلبة أكتر كده يا أحمد بقى، نقول لهم احنا جبنا الكلام ده منين يعني، ماشي عشان بس اللي مش معانا. اتفضل. النقطة اسمها خمسة واتنين موجود على المنحنى، يبقى دالة الخمسة باتنين، عشان يبقى الطالب معانا كده وفاهم يعني. أيوه كده يبقى نقطة. والميل احنا جبناها قلنا ده شرطه خمسه بتساوي الميل بتاع المماس، الاشتقاق عند نقطه التماس، المشتق عند نقطه التماس بيساوي الميل بتاعنا، فطلع الميل طبعا مش بزاويه 45، يطلع بالزاويه اللي مع الاتجاه الموجب لمحور السينات اللي هي 135، اللي هي طلع بسالب ايه؟ بسالب ايه؟ كده كلام جميل. احنا عشان نجيب المعادله لازم نقطه وميل، لازم نقطه والميل، السين بتاعتي باثنين، نعوض في اللي هي صح.
نقعد كده في اليوم ونشوفها كام. نقول له هي اتنين بتساوي هي اتنين قيمتها بتساوي 8 ضد د ايه ده؟ خمسة، خمسة. طب ما دالة الخمسة احنا جايبينها بالاخضر اهو، اتنين. يبقى هي اتنين قيمتها بتساوي 16 لأن دي باتنين، تمام، يبقى النقطة اسمها 2 و16. يبقى 2 و16 دي النقطة اللي الممس مر بيها. 2 ممس و16 ايه يا صاحبي. الدالة اهي، مالناش دعوة بدي بقى، اه دي كانت الدالة د اتنين ورسم. و16 يا صاحبي. نعم ماشي، 2 و16. ماشي ماشي، ممكن نجرب بقى الاختيارات، يطلع الاختيار بيه برضه اللي بيحقق. طب احنا جينا نبص طيب فيها كده، انا من غير ما نكمل يعني، لا عايزين نكمل. ما احنا هنكمل تاني، احنا بس نعرف الطلب. انا ممكن اجي لحد النقطة واجرب واشوف كده، لو طلعت معادلة واحدة خلاص يبقى حظك السؤال طلع كويس، تختار مش لازم تكمل ميل وكده يعني. احنا بس هنكمل عشان ايه؟ برضه لو جت في امتحان اختيارين ثلاثة بيحققوا نفس النقطة يعني. طب تعالى نجيب هي شرطة سينا مستر بقى، نجيب المشتق. الأولى 3 سنت تربيع. ماشي، ضرب مشتقة الثانية 2 دالة شرطة 2 س زائد 1 لأن بشتق اللي جوه، زائد الثانية ضرب مشتقة الأولى 3 س تربيع، هنعوض بالاثنين هيبقى 8 في 2 دالة شرطة 5 زائد دالة هنا 5، 3 في 4 ب 12، صح كده ولا ايه؟ تمام باشا. يبقى انت عندك 16 في سالب 1. 16 في سالب 1 زي دالة 5 2 في 12 ب 24، يبقى الناتج كله طلع 8. بيساوي كده ب 8، يبقى الميل ب 8. يبقى المعادلة صاد ناقص اللي ادهاني على سين ناقص اللي ادهاني بتساوي الميل، وسطين في طرفين يطلع يبقى بقى الصاد الاختيار تطلع بقى خالص. 8 س. اذا كان الممس المنحنى صاد بتساوي 2 س تكعيب ناقص 4 س تربيع يصنع زاوية منفرجة، ما معنى هذا اللفظ؟ زاوية منفرجة دي يعني على الاتجاه بص. الموجب لمحور السينات فإن س تساوي كام؟ زاوية منفرجة عن الميل سالب يا مستر ولا ايه؟ يعني ده الميل ظروف. سالب، يعني ظل الزاوية سالب، اه اللي هو الظل بتاعها سالب، ميل سالب. اه فنجيب الميل، طب نعمل نجيب الميل بس وربنا يفرجها، بس نجيب الميل. ماشي، جبنا الميل يا مستر وبعدين يعني ايه سالب؟ يعني اقل من الصفر. ايوه نعمل متباين، نخلي الميل ده اقل من الصفر، ماشي بقت متباينه كده يا صاحبي. نحلها ازاي بقى؟ بأولى ثانوي بقى، اللي حاجه اشرح اسمها لي. بحث اشاره المقدار. بحث ايوه اشاره المقدار، ناخد الاصفار بتاعتنا هنا الاول، يبقى صفر وكام؟ و4 على 3. تمام نفهم بس الطلبه جت منين؟ صفر 4 على 3، لو اخدت الاثنين س مرفوعه عن المشترك كده يعني. تمام مثل إشارة س تربيع مثلها في النص عام، أو اه ناخد تمام أرقام معقول. تمام هو عايز سالبة؟ هو عايز سالبة، يبقى نقول له فترة مفتوحة من صفر لأربعة على التلاتة، الاختيار ب. بقى يعني بس نفهم هل الطلبة، بس جت الصفر أربعة على التلاتة جت منين؟ عشان بس ما يسرحوش مننا بس. تمام هناخد 2 س مشترك هيبقى لي هنا س تلاتة ناقص سين. 4 على 3، اه تمام كده مظبوط. تمام هناخدها سواء بالصفر اصلا يبقى السين بصفر والسين باربعة تلاتة. اه تمام كده صح. ماشي يا حبيبي، اخر سؤال يا رجال يا ساتر يا ساتر. يا ستار. المسألة دي يا مستر انا كنت شفتها زمان قوي بجد، شفتها من زمان قوي قبل كده، كان حد اقترحها وكانوا الناس قاعدين بقى ايه، وجت برضه في سنه يا مستر يقول لك هي دي اللي جايه في الامتحان. اه دي والله كانت في كان كتاب في الدليل 2016 يا مستر، ايه؟ كانت في كتاب الدليل 2016، كان اخر سنه في تظهر فيها يعني. اه مساله قديمه يعني، ممكن بس هو النظام انا انا اصلا عامل حته فاكر ان انا شفتها. اه لا لا، طيب اتفضل. نمشي بس واحده واحده كده. بس السؤال اخر السنه مش هيجي كده، ما يجيش بالكبر ده يعني، عشان برضه نبقى احنا صراحه مع بعض يعني. هو ممكن يجي له من حته ان انا اديله الداله التربيعيه جاهزه اللي احنا نستنتجها دلوقتي يعني. ممكن يجي السؤال ايه؟ ان انا هستنتج معادله الداله التربيعيه دي، ممكن يجيبها له جاهزه ويقول لي كمل بعد كده، فالتكمله تيجي. انما انا اقول كده من اول هنا، طبعا السؤال هيبقى كبير جدا يعني.
يعني والله يا نعتبره بس مستر متعلم كده عادي مستر. ها عادي، ها مش هتفرق معاهم والله، عادي مش هتفرق معاهم. والله احنا بناخد كله بعدين ايه الطالب بقى يبقى ايه يعني على والله سؤال بنتعلم منه حاجه كويسه والله يا وخلاص. مستر، من ساعة امتحان 2021 ده والواحد بقى يعتقد ان هم يقدروا يعملوا اي حاجة. اه طبعا اكيد يعني وضع الامتحان بيحط اللي هو عايزه اساسا. أنلق سلك كهرباء بين حاملين ألف باء وجيم دال، ارتفاع كل منهما 30 متر والمسافة بينهما 36 متر. تمام، يعني حضرتك ارتفاع ده 30 والمسافة اللي بينهم 36، دي كده يا مستر صح؟ صح اللي نعمل تحت تحت برضه اللي هي نفس المسافة اللي تحت. ايوه صح كده 36 من نفس المستوى الأفقي، حاسس حيث يضع السلك يصنع أو السلك يضع السلك شكلا للدالة التربيعية. حط فإذا تحتها خط رأيتها الدالة التربيعية بس تحامل عايزين ألف بس باء، نحطها تحتها خط. ماشي نحط تحتها خط الدالة التربيعية عشان دي الايه كلمة السر النهارده بقى يعني هو ده السؤال. فإذا ربط الحامل ألف باء بسلك مشدود عموديا على المنحنى أو منحنى السلك الكهربائي عند ألف، وربط الطرف الآخر عند كاف، كان أقل ارتفاع للسلك الكهرباء عن سطح الأرض 18 متر، فإن مساحة الشكل ألف كاف واو ميم. موضوع سهل يا مستر، اه سهل جدا اه ده هو بس كل الموضوع، بس أنا معايا إحداث الرأس أصلا، رأس المنحنى دي بس اللي هي النقطة اهي هنخليها 0 و18 ماشي دالة يعني، تربيعية. ماشي يا مستر. واحدة واحدة مع نفسنا. بص حضرتك، احنا هنفرض ان هنا الشبكة، خلاص كلام طبعا الدالة كويس التربيعية متماثلة يبقى ايه ماشي ماشي، وادي يا مستر الدالة التربيعية اللي واجع نافوخنا، خلاص خلاص النقطة دي هنفرضها يا مستر، انت صفر قلت بكام؟ وتمنتاشر 6 و18. طب حلو، لو انا اقول طب لك ما في اقل الحالة دي يا مستر اقول لك اقل ارتفاع للست 18 فالكيرف ده 18 تمام. طيب ال مش 36 القاعدة بتاعتي هي الصب بتساوي س تربيع كده زائد 18؟ لا أما ما في بقى دلوقتي في معامل للسين تربيع افرض في اثنين كم بقى معامل الس هنسميه تربيع؟ كاف بقى هنسميه كاف. نسميه كاف. ما يبص يا مستر رأس المنحنى 0 و18 ممكن اخليها 2 س تربيع زائد 18 3 س زائد 8 زائد 18 14 س اي حاجه زائد 18 فبالتالي طيب لازم اعرف مين عامل السين تربيع ده. طيب عاوزين نجيب نجيبه ازاي النقطه بقى؟ اللي اسمها الف يا مستر الحته اللي تحت تقسم 18 و18 اللي هي 36 دي تبقى 18 و18 عشان 18 ده تربيع متماثله تمام، 18 و18 اه كده ناحيتين يعني بتنصف يعني يعني دي معايا يبقى اه 18 و30 كويس. وبعدين دي بقى بتنتمي لمنحنى الداله التربيعيه هنجيب منها الكاف بقى يبقى هنا 30 بتساوي بتساوي 18 أس 2 كاف زائد زائد نقطة، 18 صح تمام. كده؟ يبقى اه دول كام يا مستر؟ يطلع بقى 12 بتساوي 304 ايوه ايوه كده صح تساوي كاف يطلع الكاف تقريبا بكام؟ بواحد على 27 تقريبا نحسب واحد على 27. طيب كده احنا جبنا الكاف، يبقى العلاقة صد بتساوي 1/27 س تربيع زائد 18. عايزين برضو نحسبها تاني نتاكد منها صح عشان بس ايه ما نكملش على كده يعني هي تمام، 12 على 324 12 على 18 في 18 على 2 6 هنا فيها 3، على 6 هنا على 6 فيها 2 هنا فيها 3، دي كده بتساوي 9، 1/27 يا مستر. يبقى مظبوطه كده صح تمام ماشي. تمام ها آه. طيب كده احنا ايه جبنا المنحنى الداله التربيعيه. انا بقول بقى اخر السنه يا مستر السؤال لو جه يجي من اول هنا يعني هيقول له منحنى داله تربيعيه صب بتساوي 1 على 27 زائد اديها له جاهزه يعني طب ما هو السؤال ده ممكن لو يديله الشكل ويقول له في الشكل المقابل ويسيبه. لا يعني هيجيبها بالطريقه دي كده ممكن احنا بنحل السؤال من اوله خالص بس انا بقول لو جت اخر السنه يعني ممكن تيجي من اول هنا بحيث يقول له كمل انت بقى. تمام. نيجي بقى للسلك اللي اسمه الف كاف يا مستر ده الف كاف ده والف ميم. الف ميم الرسمه ده اسمه ايه لو حبينا بس نعمله بلون اعمله بس بلون اسود كده مستر نتقله شغل الطلبه يعني ده الف ميم مماس ده يا مستر. ده مماس. الله ينور الله ينور تمام. ها، وده والالف كاف ده العمود اسمه ايه بقى؟ الفقري.
الله ينور عليك. بس السؤال كده اسمه ايه بقى؟ هات معادلة المقاس وعمودي تمام عند النقطة 18 و30، تمام نجيب نجيبهم المدارس، عادي خالص، نجيب الميل. نجيب الميل بتاعنا اللي هو 2 على 27 س، ماشي هيبقى صاد شرطة نعوض عن معوض باب ستين السين ب 18، 18 عشان هنا على الخسار بتاعي 9، بتاع كام؟ على 9 خد فات 2 2، على 9 على فات 3 4 4 3، 3. 4 4 3، كلام يبقى جميل العمودي بتاعي سالب 3 سالب 4، بس تمام كده. يبقى المعادلة الميل بيساوي صاد ناقص اللي الدهاني على س ناقص اللي الدهاني. دي العمودي، ده معادلة العمودي صح كده؟ ايوه دي معادلة العمودي. نعمل ماشي، وسطين في طرفين، يبقى 4 صاد ناقص 120 أربعة صاد ناقص 120 يساوي سالب 3 س زائد 54. ماشي، عادي سواء ممكن صفر. نسيبها كده عشان ماشي، نجيب نجيب المماس بقى بالمرة. نجيب معادلة المماس كمان، اه ما احنا عايزين الاثنين. مصر هات معادلة المماس 4 على 3 بتساوي ص ناقص 30 على س ناقص 18. ها يبقى يبقى 3 هنا صاد ناقص 90 3 ص ناقص 90 يساوي 4 س ناقص 72 تقريبا، 72 اهو. تمام. ده المعدل، علم عليهم بس مثلا عشان ايه؟ هنعوز دلوقتي المعدلتين دول نعلم عليهم بقى. ماشي يا أظن أي حبيبي حد في مصر يعرف يجيب المماس والعمودي، يعني الموضوع سهل يعني. تمام. طيب الميم دي بقى مستر عبارة عن ايه النقطة ميم دي؟ تقاطع مع محور الصاد تقاطع مين؟ المماس، المماس، المماس عندي اهو، نحط س بصفر عندي. يبقى نحط السين دي بصفر عشان اه نجيب ميل. نجيب الصاد بقى ساعتها، تمام يبقى 3 صاد يبقى بتساوي 18، يبقى يبقى الصاد الصاد بستة. ب 6، يبقى الارتفاع بتاع ده ب 6 عندي كده، ارتفاع الميم دي ب 6، الف ميم دي ب 6، واو ميم دي ب 6. تمام يعني دي كده بستة. اه انما الباقي كله 18، بس ما حدش يقول لك 18 ايه؟ 18 ده حد الايه؟ عشان ايوه بس ايوه ما تلخبطش يعني، دي 6 بس حته صغيره دي ب 6. تمام طيب الكاف دي يا مستر عباره عن تقاطع مين؟ مع العمودي. محور الصفر. العمودي مع الايه؟ السينات. نحط يبقى الصاد صد بصفر في صفر. العمود. تمام. ايوه هيبقى سالب 174 يساوي كام؟ 3 س. تمام تطلع السين بتاعتنا بكام بقى؟ فيها 174 على 3 فيها تقريبا 5، فيها 58. كويس. يبقى الواو كاف كلها ب 58 يا مستر. الواو كاف ب 58 يا مستر. يعني لو عايز اجيب الحته الصغيره دي ب 40، لو انا عايز اجيبها اللي هو البعد بتاع السلك عن الكاف يعني، تمام دي مش فارق مش بيرفكت. اه هو عايز بقى مساحه شبه منحرف ده. طيب انا لا ده كده مش شبه منحرف، ده كده انا اه محطوط اسف اسف منحرف اسف ومثلث. اسف اه عباره عن شبه منحرف ومثلث. اه يا ابن الذين. كده كله جه كده، نعرف نجيب المساحات كلها يعني ده لوحده نجيبه شبه منحرف شبه منحرف. ده شو، ونجيب مساحة المثلث العمودي الثاني. تمام ونجيب مساحة المثلث ده. طب يا مستر كويس والله سهل. يعني احنا معانا دلوقتي الارتفاع ب 18 والقاعدة والقاعدتين المتوازيتين، واحدة ب 6 واحدة 30، يبقى يبقى نص 324، في 6 زائد 30 في الارتفاع اللي هو 18 يطلع زائد 324، 324 ماشي. مساحة المثلث نص في طول القاعدة في الارتفاع، ونجمع الاثنين مع بعض. يطلع تقريبا تمام يا 924، 924 تقريبا الاختيار جيم يعني. تمام، ما نتحرم ايه منك رايك بقى ابدا في يا المساله مستر. دي؟ ايه رايك في الله المساله دي؟ جميلة والله، جامدة جامدة والله. كنا سعداء معاك جدا يا مستر، احنا وهنخش اسعد بقى والله طبعا بجد. بعد كده على ايه المعدلات الزمنية. دي انت بتحبها جدا يا مستر. عايزين بقى ايه زبدة الزبد فيها يعني يا مستر. يا ريت احنا ممكن تقسمها. نعملها ده مستر محاضرتين يعني، عشان بس ناخد كمية حلوة من التمارين يعني. ايوه يا ريت بس تقسمها لنا ايه كل فكرة مستويات لوحدها. بإذن الله. اه ان شاء الله بإذن الله. تمام يا حبيبنا تمام. ماشي تسلم يا مستر، ما تحرمش يلا منك. ماشي، كل سنة ألف وانت سلامة. مستر، يا الله رب يكون طيب. الطلبة استفادت والتمارين بتعجبهم يعني ان شاء الله كده.
أكيد أكيد واحنا إن برضه شاء الله. بننبه عليهم ان احنا بنحاول نقدم حاجه فكره تمارين مختلفه هم ما شافوهاش قبل كده في ايه؟ في حاجه تانيه، يعني ده مش موضوع ان احنا بنشرح وكده قد ما احنا بنديله مساله وبنعرضها يعني عشان الطالب برضه يبقى مستوعب معانا الكلام ان شاء الله كده. والله يا مستر يعني احنا بنعرض لهم وبنعمل اللي علينا ماشي، نعم عشان ما حدش يقعد يقول بينفخوا في نفسهم على الفاضي. احنا لا بننفخ ولا بنعمل، احنا بنعمل اللي يرضي ضميرنا وخلاص، وكفاية الحمد ان لله. هو بدون مقابل يعني. ربنا انا يبارك لنا فيك يا مستر وما تحب. والله انا بتلغي حاجه غير دعوه كويسه بس والله، وربنا الاعلم يعني بالنفوس يعني الحمد لله. ماشي يا حبيبنا، ماشي يا مستر، ماشي يا مستر، ألف ماشي يا باشا، سلامة حبيبي يا باشا، السلام حبيبي عليكم. تسلم.